عصر البلد حكاية ما بتنتيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة برنامج بكل جراءة قناة مصر البلد. النهاردة يوم الحد، أول يوم في الأسبوع بنلتقي فيه في برنامج بكل جراءة، ودايما في دعوة بحب أقولها، يا رب أي حد بيتمنى أي حاجة يحققها اللهم أمين. دايما على وعد أن أنا أحاول أقدم الجديد، بقدم معلومة من مصدرها الحي. اللي حابب يشاركنا النهارده يقدر يتصل على 1760 من اي محمول، او على 0997960 من اي تليفون ارضي، او بعت لنا رساله على 1760 قول اللي انت عايزه. وخلينا اقول لحضراتكم النهارده حلقه مختلفه تماما. كالمعتاد كل مره بطلع اقول اخبار او القضايا او الاستغاثات ونتناقش فيها، واتكلم عن بعض المسؤولين المقصرين. هتكلم عن رؤساء الاحياء اللي قاعدين في المكتب مكسلين ينزلوا، او مبادرات يقدمها بعض المحافظين، وبشوف ان المبادرات بدل ما تبقى كلمة تبقى واقع، ننزل على الارض، وده كان يهمني. ولكن حلقتنا النهاردة مختلفة، حلقتنا النهاردة هتبقى حلقة للأسرة كلها، ودائما وابدا بهتم بالمرأة والبنت الحالمة اللي بتدور على يا ترى انا صفات فتى احلامي ايه، يا ترى انا هتجوز حد برج ايه مع اعتبار ان انا برج ايه، هل يا ترى في حاجة اسمها علم الطاقة، هل يا ترى علم الحروف، علم الأسماء، معلومات كتير. وساعات بيضايقن ان يبقى ده ملهاش مصدر، تلاقي ناس حافظة كده او ناس قارت جابت شوية معلومات حفظتها كويس وتطلع تقول. ولكن لما نجيب حد دارس فاهم معتمد درس في اكتر من جامعة وعنده سيرتيفيكيت، بده شهادات كتير بتقول انه فاهم، ده بيخليني اقدر اعرف معلومة موثوقة. وعشان كده بتشرفني جنى عطاي خبيرة علم الطاقة والابراج والاسماء والحروف وحاجات تانية كتير هتعرفوها معنا في حلقتنا النهاردة. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ محمد، منوراني ومبسوط ان انت لاول مرة في برنامجي. بس الحقيقة اللي الجمهور لازم يعرفه انك ما انتش ضيفة، انت خلاص بقيتي زميلة. بيشرفنا يكون، وده انا هقول وهقول مواعيد وهقول تفاصيل تانية، بس جنى عطاي هتبقى ليها مواعيد ثابتة هنا، هتعرفوا معلومات عن البرج والحبيب والرقم والحرف واسمك وتفاصيل تانية كتير. جنى، سؤالي الاول بصراحة انا معرفش يعني ايه علم الطاقة، يفرق في ايه، هستفيد منه ايه، اقويه ازاي، اهديه ازاي، افعله ازاي، احكيلي ايه هو علم الطاقة الاول. مساء الخير عليكم. اولا علم الطاقة ده من العلم القوي جدا، ان انا اقوي حظي او اقوي البنية بتاعتي، ان كان في العلم او في الدراسة او في الشكل حتى في الاسلوب، كل حاجة الطاقة دي يعني جزء من يعني باكج، انا وطاقتي باكج. فلو طاقتي مش موجودة مع جنى خلاص ابقى انسانة بلا هوية، ولما يبقى فيه طبعا معايا طاقتي ايا كانت بقى، وهقول دلوقتي ازاي اقوي طاقتي ان هي تبقى كويسة وتبقى يقولك انت دخلتك دخلت خير يا عم، هي دي الطاقة. انت داخل بالطاقة بتاعتك، مش بداخل باسمك ولا شكلك ولا البوزيشن بتاعك، انت داخل بالطاقة بتاعتك. واحد تاني يدخل على حد يا عم اليوم اتقفل، صح؟ اه ده حقيقي، بسمع ده. ده هي دي بقى الطاقة اللي هي بتمشي معاك، اللي هي مش مرئية ولكن هي محسوسة. انت دايما بتحس ان ده، انت بتشوف حد لاول مرة بتبتسم وتبقى مبسوط قوي وقلبك رايح له من غير ما يعمل لك اي حاجة. صحيح. ممكن يبقى من شوية يقول لك ده يا عم بشوش جدا، دي الطاقة اللي بتمشي ورا الانسان. وفي واحد بيدخل بيقفل لك اليوم ويعني يقول لك لا لا نهارك مش خلق الموضوع ده اتقفل. فدي الطاقة. فانا ازاي ابنيها للناس ان هو يتعلم دايما، اي حد يدخل حياتي يقول اللهم اجعله الدخول او قدوم خير على حياتي يا رب ايا كان. يعني حتى لو بتاع الكهرباء النهارده دخل علينا قلت له الله يخرب بيت، لا هو ملوش دعوه، هو راجل طيب يا عيني بيعمل شغل، هو داخل بطاقته سامحه
بدينك مثل معرفوش داخل، ربنا يكرمكم ربنا يوسع عليك. بص بدأ معايا وفتح معانا. اذا الكلمه تجوز تكون طاقه، الضحكه طاقه، خلينا ادفع الفلوس فانا مبسوطه واقول الله يبارك للبلد. انا موافق. يعني خليني اقول لك الطاقه دي انا ممكن من ضحكتي وانا ببص للساده المشاهدين دلوقتي او حضرتك وانت مبتسمه كده، دي طاقه احنا صدرناها. اذا نقدر نصنع طاقه ان انا اقول كلمه كويسه فهتبقى طاقه، ضحكه كويسه هتبقى طاقه، ولا انا كده فاهم غلط؟ لا طبعا. بص ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الابتسامه صدقه. صحيح. اذا معنى كده الابتسامه دي وراها سر عظيم. مزبوط. في ان انا بقى عندي قبول مني ليك او العكس. صحيح. او الناس اللي قاعدين، فاهمني؟ فدي ليها يعني ليها روح. انت ممكن تلاقي واحد بيبتسم ابتسامه صفرة ما بتبقاش طايق يعني. طب تفتكر الابتسامه اللي على وشي دي صفرة ولا حقيقة؟ ايوه حقيقة. انت ابتديت طبعا عشان انت قلت لي قبل الهوا، قال لك ان هو مش نايم. لا اللي قبل الهوا، اللي قبل الهوا ما ينفعش تقولي معكم يعني. ده انت اعلاميه يعني. يعني في حاجات قبل الهوا ما ينفعش تتقال. بص انت طاقتك. انا مش نايم فعلا، وده اللي خلاني بس ما اقدرش اغيب على مشاهدي بكل جراء حتى لو انا مطبق شهر يعني. ايوه. لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه. بس شوف اول ما ابتدينا شغل وابتدينا نتكلم في الطاقه عملت ايه؟ فرقت ولا لا؟ فرقت. انت كنت صحيح. ايه كده؟ فمجرد ان احنا ذكرنا كلمه يعني الطاقه. يعني انت تنصحينا من كلامك اي حد يبتدي يومه لازم يبتسم، وكمان احنا لما هنبتسم هناخد طاقه ونصدر طاقه ونستقبل طاقه. يبدا يقول انا بدات يومي باخبار حلوه ان شاء الله جايه لي، انا النهارده هسمع حاجات حلوه، هبدا يومي بالاستغفار. طبعا ده اساسي، لازم ده اساسي ان كل يوم تبدا يومك كده بانك ذاكر لله، او انت قاعد في فرشتك او سريرك قول يا رب اللهم تقبلني بقبول الحسن مع الناس كلها، افرش لنفسي طاقه قبل ما اخرج للشارع. طب تعالى ناخد الطاقه ونستقبل طاقه من ندى. اهلا بك يا ندى. الخط اتقطع. ندى من القاهره ارجعي كلمينا تاني. النهارده هنفتح الاتصالات. جانا عطاي مش بس خبيره في الابراج، مش بس خبيره في علم الطاقه والاسماء والحروف والارقام، لا جانا عطاي بتقدر تتعامل مع نفوس البشر. بمعنى حضرتك ممكن يبقى ليكي اسم وليكي ارقام وتاريخ ميلاد، وخطيبك او جوزك او حبيبك ليه اسم وليه تاريخ ميلاد وحاجات من النوع ده. الفكره كلها انها بتقدر تستقبل طاقتك انت من خلال الاتصال التليفوني. حضرتك لما بتتصلي الو جانا ازاي حضرتك، بتقدر تميز انت مين، وضعك ايه، حالتك النفسيه اللي بتمر بيها في الزمن والوقت اللي انت فيه ده، هتقدر تعرفي حاجات كتير. وعلشان كده قراءاتكم عن اللي بتقوله جانا او قراءاتكم على الانترنت مش مفيده. المفيد هسمع ويفز الصوت، وهي قالت لي كده، هسمع ويفز الصوت ومن خلاله اقدر اميز اللي بيكلمني دي حالته عامله ازاي. صح؟ مظبوط جدا. تحفه كلامك يعني بجد. مبسوطه قوي. ان بدينا باليوم بتاعي عشان ابدا طاقتي اخليها تسبقني لشغلي وتسبقني لعربيتي وتسبقني للناس اللي انا هقابلها، مهم ان انا ما ابقاش صاحي من النوم او ايا كان، لازم ادي لليوم او بمعنى الاصح ادي رساله اطمئنان وسلام للكره الارضيه كلها، مش لازم شغلي بس. يعني ابقى صاحي كده اغمض عيني واقول رسالة سلام للكرة الأرضية، ما احنا منها. صح؟ طيب تعالي خليني أنا واحد من مشاهدينك. ماشي. أنا قمت من النوم النهاردة قلت إن شاء الله أنا يومي رسالة سلام وبحب كل الناس ويومي قمر وهكسب ذهب. نزلت عربيتي اتخبطت وأنا ماشي، عرفت إن أنا عليا 3000 جنيه قسط البنك لازم أدفعه، حمادة الصغير لازم يروح المستشفى وأجيب له عيالك ب 500 جنيه. إزاي بعد كل الطاقة السلبية من الأحداث كلامي يأثر أو ما يأثرش؟ حلو قوي. بص هي الطاقة بتتبني، أنا ببني كل يوم طاقة. وأنت أول ما هتيجي تحط حجر أو دبشة هتبني البيت؟ مستحيل. ولا كل يوم بتحط كل يوم حاجة لغاية ما يبقى بيت؟ كل يوم. أنا عودت نفسي إني أبدأ يوم في سلام وفي ابتسامة، مش لازم ابتسامة بس على فكرة، يعني أنا من جوايا يبقى في حالة اطمئنان، فبتوصل لك وهتوصل للناس كلها. لكن انت نازل قافل للدنيا وبتخبط الباب وبترزع مش عارفة ايه، اول حاجة هتقابلك على طول هي طاقتك سبقاك في فعلك. صحيح. مكان الطاقة دي فين في جسمي؟ لا هي شكرات يعني هي لا انا بقى خليه في برنامجي بقى. هي قررت تخلي المعلومات الخاصة لبرنامجها، ولكن خليني اقول لحضراتكم مش ده اللي يهمني. وخليني اقول لك برضو المشاهد
محتاج يسأل يعني ايه علم الاسماء وعلم الحروف وعلم الارقام. وخليني اقول لك، لو في حد قاعد مش مقتنع بالفكره وبيشوفنا، ايه علم الارقام دي؟ ايه علم الاسماء ده؟ وانا من البشر فعلا مش فاهم يعني ايه علم الارقام والاسماء وعلاقتهم ايه بحياتي الزوجيه والعاطفيه والعمليه وما شابه يعني. بص، علم الارقام ده هي بتتجمع في ارقام نحس وفي ارقام، في ارقام نحس وفي ارقام ايجابيه، وفي مش في انت بتيجي تقول ايه يا النهارده كان احسن يوم. صحيح. على طول سجل اليوم اللي كان احسن يوم. يا سلام. وتابع. لا لا لا. ايوه. ركزوا. ورقه وقلم بعد اذنكم. واحد بيشوف دلوقتي ورقه وقلم عشان هنعمل السكادجول ده. اجي يوم اصحى الاقي حلو او ماشي معايا او سجله. اكتب السبت. السبت 15/8 مثلا. مثلا. انا النهارده اليوم معايا تحفه. زي تواريخ اعياد الميلاد او الزواج دايما بيحصل فيه ايه؟ حفله، بنفرح وبنعمل عيد ميلاد. ايوه. ليه بقى؟ عشان انت مترسخ في ورق وممضي ومبسوط من العالم كله ان انت النهارده يومك. والواقع ان انا لما اتولدت اكيد فرحوا، ما اكيد مالوش النسيبه اللي جات لي. الله اعلم. لا مش بتتكلم عليا اكيد، لان خلي بالك ما بحبش ابدا واحنا بنتكلم في حاجه جد ندخل الهزار. انا بموت في القلش. لا في برنامجك اللي شيء هنا كلام جد. السبت 15/8 ايه تاني؟ يعني ايه خلاص مثلا السبت 15/8 ابتدي بقى اركز اليوم ده. بعدها بكام شهر او باسبوعين جه لحد 15/9 كنت مبسوط، اسجل. اسجل. وبعدين؟ اسجل دايما بقى، افرش لنفسي طاقات يعني. افرش من ان اللي جاي احسن، ان اللي جاي احسن، اللي جاي احسن. مش بقول لك احنا في هنا في مصر بيقول لك الجنيه بيجيب جنيه، صح؟ احنا بنقول كده. ايوه احنا بنقول كده. انا بقولها عشان الناس كلها تفهم. فالطاقه الايجابيه طاقه مع طاقه مع طاقه، هبني زي ما هحوش هبني. طب دي التواريخ ولا دي الارقام؟ ده علم الارقام. الاسماء بقى. علم الاسماء طبعا احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كل واحد بياخد حظه من اسمه او نصيبه من اسمه. يعني مثلا اسم صلى الله عليه وسلم. هنقول ايه؟ طبعا انا مش هقول الاسماء المكروهه عشان ممكن تبقى ناس كتيره جدا يعني موجوده، فمش عايزاها تزعل من جنة. يعني ولكن على حاجه، في اسم بيلفت نظري والله بجد يا جماعه. قول وانا والله هجاوب. عثمان ده انا ما شفتش عثمان ده فقير. لا انا ما قابلتش عثمان، انا كل اللي اعرفه ان عثمان ما شاء الله. بس هقول لك بس اولا عارف اسم عثمان ايه؟ هو المعيد بتاع البرنامج بتاعي الثاني كان اسمه عثمان. كل ما اشوفه اقول له ايه؟ يا عثمان تعرف اسم عثمان ايه؟ يقول لي لا. اقول له بيض الافاعي. والله انا اسف عثمان. ايوه بس هو عثمان، بس هو دايما عنده مال او عنده تجاره. عنده حاجه. بس الاسم نفسه في اخر العمر، ان لو ما ظبطش حياته ماديا هيخسر. ده عثمان. اسمه عثمان. لو ما ظبطش انت بتمر بتجارب بقى وتجاره، يعني ممكن يدخل تجاره مثلا جمع 100 جنيه ودخل ب 100 جنيه دي في تجاره في مركب مثلا جايه من الهند مثلا، ماشي؟ مش لازم يحط كل فلوسه في تجاره جايه مره واحده. وقسم يا عثمان، ده كله عثمانيات. يعني ما انا لسه عشان بس الناس اللي شايفانا تفهم، محمد هل يا ترى محمد المثل ده ينطبق على كل المحمدات اللي في الدنيا؟ لا، ما هو تاريخ الميلاد بقى. انت عندك تاريخ الميلاد. هنا بقى السؤال. اي حد عثمان محمد ابراهيم، ما تقولش انا اسمي من نصيبي، لان في حاجه لسه حسبه تانية جنى عطايب بتقدر توصل لها. تاريخ ميلادك مع اسمك مع اسم حد تاني، هي بتقدر تعمل معادله تطلع بنتيجه انت مين. اذا حضرتك لو حبيت تعرف انت مين، اجراءاتك التجاريه والماليه والعاطفيه وايا كانت هي ايه، محتاج تقول شويه تفاصيل في الاخر اقول لك نتيجه. يعني دي حاجه ما بتتغشش. مش محمد يقول لي ابراهيم، يعني فاش محمد يقول لي محمد، كل واحد محمد ليه علاقته باسماء وتاريخ ميلاده وما شابه. طيب لو انا قلت لك انت كده بتوصلي لعلم او فكره، البعض ممكن يقول لك لا دي تقلق وحاجه ليها علاقه بالطالع والنازل ولا والحاجات الغريبه دي، هل يا ترى هي علم ملي علم ولا حاجه ليها علاقه بالطالع؟ اولا سيد علي رضي الله عنه، علم الاسماء او علم الاحرف او ده في علم الجفر، ده من الاف السنين. صحيح. احنا بقى جم اليهود او الغرب قالوا علينا ان احنا مشعوذين وبتاع كده عشان يبعدوا الطاقه دي عننا او العلم ده عننا، لان هم ماشيين بحسبتنا احنا كمسلمين.
يعني عندك مثلا ما فيش وزير او رئيس دولة بيطلع من الناس اللي هم بتوع دول الغرب الا ما بيحسبوا له ارقامه. فعلا اه طبعا فعلا ايوه، احنا ماشيينها كده سبهلا، وابتدوا يحطوها ان احنا بتوع الشعوذه، مع ان ده اسمنا عشان احنا نبعد عنه، وانت تقول مش الحزبة عاوز بتاخد وانت وقت تقول مش منك يا عاوز. جماعة؟ نعم الحزبة بتاخد منك وقت؟ لا طب حالا تعالى يا نعمل مثال، أنا هقول لك أنا محمد و22 8. كل سنة وأنت طيبين. طبعا انت شهر 8 اللي عدى كان صعب جدا عليك نفسيا جسديا، ما كانش الدنيا متظبطه معاك، وبعد كده في الايام الماضيه، صح ولا لا؟ صح ماشي، عندنا في الايام الماضيه اللي جايه ان شاء الله بتتخلص، وكانك بتتخلص من امر ما او بتنفض نفسك من امر ما. مصاريف المدارس مفيش حاجة، ايه مصاريف المدارس ما فيهاش حاجة المهم هتخلص، إن شاء المهم الله. تتقفل على سلام. تمام ماشي، عايزه اقول ان انت احيانا بيجي لك الام في كعب الرجل، احيانا كعب الرجل، احيانا تحس فيه شكشكه كده بسيطه. تمام ها مظبوط يا أستاذ. باختصار شديد هي ارقامك اسمها الارقام المقسومه، لان 22 بيجمع معايا 4 نص الثمانيه او صاحبتها، كويس. فانت الارقام بتاعك اسمها فيها تناغم. سنه كام طيب؟ لا عيب بقى، لا ده مش سؤال ابدا، ما ينفعش نقول كده. طيب يعني خليني بعد الهوا تجاوبي. وممكن في حاجات تانية يعني، مثلا اسم، انت ممكن الكاميرا ما تبقاش عليها والله عشان العظيم اسالك. يا سلام. اقول اسم خلي الكاميرا معايا قطع عليا لو سمحت قطع عشان هي هتسالني سؤال. ها يعني انا هشوفك، شاوري لي هشوفك. عايز تعرف اسم الام؟ لا اخرها ده ده حرف ايه ده؟ الايه ولا او ولا ايه ده؟ تاء مربوطة. لا ايه ده؟ لا سقفني بقى لا ده مش علم، انت كده وراكي حاجه، ايه ده ازاي؟ ورايا جاي انا امي عيلة. فعلا اخر حرف من اسمها تاء مربوطه. ازاي بقى؟ مش انت بتقول بقى الكلام لا ده مش علم؟ هزار ازاي؟ ايوه ما هو ده علم، وما هو ده احنا الحاجات دي بندرسها. هو احنا، انا مش بتنبأ على فكره، ده ارقام بحسبها وبتطلع وبحكي لك. ما شاء الله، يعني هو علم، كان علم علم ما كانش علم، هو الكلام ما اللي كانش اتقال كله صح. خليني اقول لكم الحته اللي بتحبوها ودايما الناس، خليني اقول لك بقى مشاهدينا انا ادرى بيهم كمان عليك. كمان اسم حضرتك، الايه؟ لا اسم حضرتك اوله ميم. طيب محمد. طيب ماشي ده اسم مين؟ الزوجة فيها ميم. لا طيب الا لو هتجوز تاني يبقى خير بقى. يا ناري يا لا يعني ناري انا هعمل ايه؟ خلاص انا اكسفك يعني، انت زميلتي الجديده هنا ما اقدرش اكسفك. طيب الحاجات اللي حضراتكم بتحبوها دايما تقعدوا تقولوا انا متجوزه واحد برج الدلو وانا عقرب، الاتنين دول مع بعض يعملوا ايه؟ الحاجات اللي من النوع ده جاوبتوا عليها وهنسال جانا فيها. ناخد بس ايهاب معانا. اهلا بيك يا استاذ ايهاب. استاذ ايهاب اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا فندم اهلا بيك. مش في مشاركه في البرنامج الابراج وكده؟ احنا بنتكلم عن الابراج وعلم الطاقه والاسماء والحروف. حضرتك وطي التلفزيون عشان تعرف تسمعنا. حاضر يا فندم. اتفضل. طيب انا بصراحه استهواني فكر، حاضر يا فندم، انا استهواني قدام حضرتك طبعا، يعني تحياتي ليها طبعا في البدايه، وكنت عايز اسال عن البرج بتاعي بصراحه. طب يلا قول لي، قول لي عايز تسال عن ايه؟ البرج بتاعي انا، البرج وايه بتاعك، حضرتك تحت بقى برج اشوف ايه؟ اخباره ايه. عايز تسال عن البرج لا قول بتاعك. تاريخ الميلاد بس، اديني تاريخ الميلاد. اديني تاريخ الميلاد. 1/11 يا فندم. 12 11 1/11 1 11 واسم حضرتك ايهاب. واسم حضرتك استاذ ايهاب. ايهاب يا فندم. ايهاب. ايهاب استاذ ايهاب، انت عندك مشاكل من 15 ل 20 يوم؟ مش مشاكل، كان شويه حاجات كده بتصرف في حاجات، يعني لا. ممكن مش مشاكل معنى مشاكل، لكن مش حاجات مشاكل اللي كبيره، بتصرف شويه فيها احداث احداث. بس يعني ايا كانت الاحداث امور بس مش سعيده بتخلي يعني يا استاذ ايهاب. الحمد لله يعني. الحمد لله. طب معلش، والعام يا استاذ ايهاب عشان اقول لك اخبار جيده. سنة كام يا أستاذ إيهاب؟ السنة 78. 78 يعني 25 سنة. أستاذ إيهاب، هو أنت عندك مشاكل في الحياة الزوجية أو مريت بحياة زوجية مش متظبطة قوي؟
لا خالص، الحياة الزوجية عندي تمام. الله اكبر، ما شاء الله الله، ما شاء الله يا فندم، ما شاء اللهم الله، لك الحمد. اللهم لك الحمد. والله شكل المدام جنب منه ومش عايز يقول. لا اللهم، انا حاسس نبرة صوته فيها سعادة. لا الله اكبر. لا والله زي الفل. طب استاذ ايهاب، هو احنا بنقول احنا عندنا الثمانية، ليه الثمانية والسبعة؟ اللي هي 78 هي ارقام مقلوبة يعني. طب اسمع اسمع بقيه عن الاجابه. بقية انا بشكرك جدا يا استاذ ايهاب. معانا بس ناخد مروه قبل ما تجاوبي على استاذ ايهاب. ماشي. استاذه مروه اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ وازيك يا دكتوره زنا؟ اهلا وسهلا بيك. ميرسي يا حبيبتي. بصي، انا اسمي مروه، 16 12 86. 16 12 86. وجوزي 5 11 88. ماشي. الحياه ازاي بينك يا مروه انت وجوزك؟ اسمه ايه جوزك؟ اسمه محمد. 15 88. هو اتفتح لك سفر او لمحمد قبل كده يا مروه؟ لا، هو في مشكل بينا بس وكده، انا كنت عايزه حضرتك تطمنيني يعني. ايه؟ لا معلش، عدي صوتك يا مروه من فضلك. في بينا مشاكل في وكده، مشاكل كنت عايزه اعرف الحياه بينا ايه يعني، حضرتك تطمنيني. بصي يا مروه، انت هدي امورك لغايه شهر 12 يعني، حتى لو محمد الدنيا، انا زي ما بقول لك انت، هو هيسافر محمد او اتفتح له سفر قبل كده؟ طيب لا، بس ما حصلش نصيب. يعني المهم ان جاله الفكره. جاله فكره سفر بس ما سافرش. بصي، هو ارقام محمد جوزك على سفر، وانت كمان ارقامك بتفتح على سفر يا مروه. وعايزه اقول، هو جوزك جنبك؟ لا مش تقولك في مشاكل. عايزه، ايوه انا بس عشان نهدي بينهم. اوكي. بصي يا مروه، احنا منفصلين عن بعض. بصي يا مروه، انت هديني الفتره اللي جايه دي، هدي امورك، انت بقالك سنتين ونص متدمره نفسيا. ايوه ماشي. هدي بقى، انت اتحملتي سنتين ونص، معلش اتحملي كمان 3 4 شهور او شهرين كمان يا مروه، وامورك هتهدى. اوكي. وامورك هتهدى يا مروه. اقراي سوره الرحمن باستمرار يا مروه، بنيت استقرار العاطفه وما يحصلش طلاق يا مروه. تقريبا انت اترمى عليكي يمين طلاق قبل كده. ايوه صح، فهماني؟ فانت اقراي سوره الرحمن عشان ده ما يتكررش يا مروه. سورة الرحمن 7 مرات كل يوم، اقرأها بالنية اللي انت عايزاها. سورة الرحمن 7 مرات يوميا. بشكرك جدا استاذة مروة. معايا مدام نعمة. واستاذ ايهاب انا مش ناسيك، احنا هنجاوبك على كل حاجة. مدام نعمة اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا 10/5/1980. 10/5/1980. بتسألي عن ايه؟ 19/2/1979. جوزها 19/2/79. 79. انا بس عايزه اسال عن حقيقة يعني الخلفه وكده، انا بقالي فتره يعني. بصي يا نعمه، احنا، طب معلش ممكن تقولي لي 10/5 سنه كام؟ 10/5/80. 1980. واسم زوجك ايه؟ اسمه عمرو. عمرو بيسافر؟ عمرو؟ لا. طب بصي، وحضرتك اسمك مدام نجلاء؟ نعمه. مدام نعمه. بصي يا مدام نعمه، بصي هي ارقامك فيها حمل بحول الله الكريم. بس هو 19 و بصي هو 19/2. بصي يا نعمه، انت عندك حمل هيتم بحول الله. اقراي سوره ال عمران، وربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، قوليها 300 مره كل يوم، واهدي برضو ان عمرو يهدى عليك، لان عمرو مطلع عينك. والله. فاكرأي برضو الصورة دي، بنيت ان ربنا يعمل لك استقرار نفسي كمان، لان انت طول ما انت بتفكري بسلبي، هكلف مش هكلف، انت ارقامك كلها خلفة ان شاء الله. انا بشكرك جدا، وطبعا هنجاوب عشان عندي اتصالات كتير. وان شاء الله هتجيبي يحيى. يا رب هتجيبي يحيى ان شاء الله، ولو حصل تجيبي لنا احنا الاثنين الاسبوع. معايا استاذة ندى، اهلا بحضرتك. استاذ ايهاب انا مش ناسيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ انا مش سامعك يا فندم، اتفضلي. كده حضرتك سامعني؟ ازاي حضرتك؟ علي صوتك بس. معلش بس انا عندي بس القناه بتقطع، فكنت عايزه اعرف بس البرنامج بيتكلم عن ايه بالظبط، عشان انا مش سامع حاجه. يعني الحلقه بتاعت النهارده كانت على ايه بالظبط؟ طيب الخط اتقطع. انا يعني، طب انت دخلت ازاي وانت مش عارفه احنا بنتكلم عن ايه؟ طيب خليني اقول لحضراتكم كمان معايا. طيب ناخد فاطمه الاول. استاذه فاطمه اتفضلي. استاذه فاطمه اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا فاطمه، 17/11/85. ايوه. وجوزي 1/1/1980.
1/6 جوزك مش عارفه تركم لك جوزك؟ واحد معلش 1/6 1980 اه وحضرتك 17 11 كام؟ 85 85 هو انت اول خلفه عند حضرتك محمد يا فاطمه؟ نعم يا فندم. اول طفل جالك اسمه محمد؟ لا انا كان معايا 3 بنات ولسه ربنا كرمني بعلي الحمد لله. اكرمك بولد اسمه ايه الولد طيب؟ علي. حلو الحمد لله انك ما تسميش محمد، ان ربنا رضاكي تاني ما تسميش محمد لان هيبقى حاجه مش كويسه على اهل البيت. لا احنا خلاص احنا عندنا 3 بنات وولد وزي الفل. السيسي يعني هي لا احنا بنلتزم، لا نلتزم لان عشان نعلمهم صح ونربيهم صح. مظبوط. انا بشكرك جدا. معايا مريم. استاذ ايهاب ما رديتيش عليه. استاذ ايهاب هو مريم بس هو مريم وكان رد على استاذ ايهاب. استاذه مريم اتفضلي. الو اتفضلي. 5/12/92 كام؟ 5/12/92 5/12/92 الاسم ايه؟ 14/3/87 17/3 كام؟ 14/3 لا براحش الارقام احنا متلخبطين. الاسم ايه الاول؟ مريم. تاريخ الميلاد 5/12 5/12/92 92 14/3 87 و28/8 ايه ده؟ دول 3 اشخاص ازاي؟ احنا بنتكلم عن علاقة شخصين ببعض، زوج وزوجة، خطيب وخطيبة، حاجات كده. اخواتي مش مشكلة. اخد انهي تاريخين بقى؟ مريم يا استاذة مريم. ايوه اخد انهي تاريخين؟ 14/3/87 و29/8 انا مش سامع. 29/8 29/8 أوه. مين بقى الارقام دي؟ تواريخ ميلاد مين؟ اسماء اخواتي زينب وعبد الرحمن. لا خلينا اسالك 5/12 ده باسم مين؟ مريم. مريم. و14/3/87 ده باسم مين؟ زينب. سيد ده اخوكي؟ زينب. زينب؟ اه. زينب دي اختك؟ اه. ماشي. و29 ايه؟ 8 ده مين بقى؟ عبد الرحمن اخويا. ده اخوكي برضه؟ عبد الرحمن. معلش مريم ممكن تخليكي معايا؟ تمام. مريم انت عندك نقص في مناعة؟ يعني أوه. عندك مشاكل بتتعبي كتير صحيا؟ اه. طب بصي يا مريم الاول عشان المشاكل الصحية اللي انت بتمر بيها طول الوقت دي يا مريم اشربي مية على الريق كتير يا مريم، وانت بتشربي المية قولي وجعلنا من الماء كل شيء حي بنية ان ترفع المناعة عندك يا مريم. تمام. وكمان عبد الرحمن ده اخوكي؟ اه. 29/8 نفس الشيء. سنة كام خدتيها؟ كام سنة كام يا مريم اخوكي؟ 82. بص يا مريم كمان عبد الرحمن برضو عنده نقص في المناعة على طول بيتعب صح ولا لا؟ اه. بص يا مريم زي ما سمعتيني اقرأي كل يوم وانت بتشرب المية على الريق، اشربي لترين مية لتر، المهم تشربي مية كتير على الريق، وكل مع كل شربة تقولي وجعلنا من الماء كل شيء حي، دي بترفع المناعة يا مريم عندك انت. حلوة كده. وعبد الرحمن نعم؟ أخبار حلوة عندك. بص يا مريم انت طبعا شهر يعني بعد اسبوعين ثلاثة في أيام كتيرة جدا جاية عليكي سعد يا مريم، والله أعلم ممكن يبقى في ارتباط، ممكن يكون في حالة نفسية هتعيشيها حلوة يا مريم. الخط اتقطع. أنا بشكرك طيب. جدا. قلتي لزينب ولا لا؟ ما زينب يعني زينب أرقامها شوية عندها استقرار. طلعي تفاصيل زينب على ما أخد حسن وحضري إيهاب. حضري إيهاب. أستاذ حسن اتفضل. مع حضرتك حسن فريد. كام تاريخ ميلادك؟ 14/1/73 14/1/73 ايوه. والزوجة اسمها ولا تاريخ هو؟ نعم كنت عايز تفصل عن نفسي عموما يعني. طب اسمك ايه؟ ماشي اسم حضرتك ايه؟ حسن فريد. حسن تمام. فريد بشكرك جدا يا استاذ حسن. حاضر يا نيل. هتقولي لزينب الاول. زينب امورها مستقرية، عندها ارقام ثابتة، يعني صاحبة قرار، صاحبة يعني تقعد معها تنسجم دماغيا، عندها فكر كويس زينب، ويعني في سعاده داخل على البيت عموما يعني الفتره الجايه والله اعلم. زي ما قلنا اقراوا واجعلنا من الماء كل شيء حي قبل ما الصبح، لان دي بتحيي كلنا نعمل كده كل يعني يا ريت، وخصوصا اللي عنده نقص مناعه. اوكي. حسن قولي لي استاذ ايهاب الاول. استاذ ايهاب 1/11 استاذ ايهاب هو المفروض في على شهر على اخر 10
الاول على اول 10 كده في عنده شويه امور ما هياش مظبطه قوي ياخد باله منها، لو هيشتري عربيه ما يشتريش، لا المهم ياجل حاجه ايجابيه لشهر 11 يعني ما يدخلش فيها في شهر 10 تمام. ايا كانت بقى احسبها يا استاذ ايهاب بمعرفتك، يعني شهر 10 كير موت ان انت تعمل اي خلي بالك ما تشتريش ما تمضيش ما توقعش ما تخشش في صفقات. الله عليك يا استاذ محمد. خليني اقول شهر 11 بقى عنده ايجابيات كتيره جدا هتتفرق عندك يا استاذ ايهاب، وخليك على الصدقه يعني انت برضو ارقامك محتاجه انك تتصدق كتير، في ارقام بتبقى عايزه تتزق كده فبتتزق يا بالدعاء يا بالصدقه. تمام معايا الاستاذه سالي وراها الاستاذه زينب. استاذه سالي اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا سمحت انا كنت عايزه التاريخ بتاعي 1/1/83 كويس، وجوزي 25/5/80 25/5/80 يا سالي. في تاريخ تاني ممكن اقوله؟ في ايه؟ تاريخ كمان. طيب قوليه. 12/7/78 و16/5/78 اوكي. طب سالي هو مبدئيا انت تاريخ ميلادك ده غلط، انت اتولدت قبل كده. انا 1/1/83 اتولدت قبل كده وكتبوكي 1/1. ايوه 1/1/83. لا يعني انت مولودة 26/12 قبلها فقالوا نعمله 1 عشان يبقى تاريخ حلو، ولا انت المولودة؟ ايوه انت عارفة كل حاجة. عارفة كل حاجة يا سالي عشان صح، عشان انا بجمع ارقام يا حبيبتي لازم. يبقى انا 31/12/83. ايوه صح كده. عرفتيها بقى ازاي؟ ما انت ما جمعتيش وما طرحتيش، عرفتي ازاي؟ ماشي. وهو جوزي 25/5/80 ماشي. سالي انا عايزه اقول لك يا سالي انت بشكرك جدا يا استاذه سالي، وحضري لي بس نتيجه على ما اخد زينب. ما انا قلت الاستاذ ايهاب خلاص زينب. سالي بقى هتخليها على ما اشوف انا. سالي وعندنا حسن اللي هو 14/1. اخد بس زينب ونكون اخد الثلاثه ونستنى دقيقه واحده على التليفون. ماشي استاذه زينب اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. لو سمحت زينب 1/7/92. 1/7/92 حاضر. معايا صاحبتي كمان ممكن حاجه تانية؟ صاحبتك تاريخ ميلادها كام؟ اسمها نشوه 23/8/94 23/8/94 حاضر. يلا قولي لي بقى كنا عايزين حسن. بشكرك جدا جدا على اتصالك. احنا معانا حسن ومعانا اوكي حسن سي. استاذ حسن عنده سداء مستحقات ماديه هتتسدد او هيجي له مستحقات ماديه، الارقام مفتوحه يلده يلده، يعني عنده مستحقات ماديه هيدفعها، يعني اللي عليه دين هيدفعه لا اما فلوس هتجيله يا اما فلوس هتجيله. اوكي ولو جالك بقى يعني افتكرنا يا استاذ محمد اكيد هيعمل كده اكيد هيعمل كده. لكن استاذ حسن انت الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني في حاله سلام هتجيلك، وانت كانك بتفكر طول الوقت يا استاذ حسن يعني ما تفكرش ما تديش اي موضوع اكتر من حجمه، انت من النوع اللي انت بتمسك الموضوع كانه كرومبايه بتقعد تفصصه. عملت تفكر يمين وشمال خليها على الله خليها يعني على الله يا استاذ حسن، وامورك حلوه الفتره الجايه ان شاء الله. يلا ناخد سالي. سالي ما هو تاريخ ميلادها 31/12 يا سالي. هي وكان امر ما هي خايفه منه، الله اعلم. هو قالت اسم الزوج؟ قالت اسم الزوج؟ لا اسم الزوج كان معاك انت. ما قالتش اسم الزوج. لا ما انت ما احنا لازم ناخد الاسم. احنا محتاجين اسم الزوج تاني معلش الجاي كلمينا تاني وقولي لنا حتى الرقم التاريخين الميلادي اللي حضرتك اديتهم لنا برضو من غير اسماء. لازم الاسماء. معايا استاذ محمود. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ محمود. عليكم السلام. السلام. 26/10/72 حاضر. بتفكر تتجوز تاني يا استاذ محمود؟ ومراتي 24. معلش يا كابتن بتكلمني انا يا استاذ محمود اتفضل. 24/2 75. اسمها ايه؟ اسمها 75 رجاء. دي الاولى ولا الثانيه؟ الاولى. فين الثانيه؟ لا معلش هي بتحاول تعمل حاجه مش هنفهم في اخر الحلقه. استاذ محمود اوكي. مدام رجاء عايزه اقول ان هي وش خير ست، يعني من الناس اللي هي انا بقول لك طاقتها معاك، انا مش بتكلم عن حياتها الزوجيه، طاقتها معاك هي من الارقام اللي هي متجانسه مع بعضها. ده مظبوط يا استاذ محمود؟ ايه يا باشا. وش الخير عليك يا مدام رجاء؟ عشان جنبك بس. موجود.
ايه تاني؟ عايزه اقول لك الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله يعني في شهر 11 عندك حاجه، يا بيع العقار يا استلام الفلوس، المهم عندك امر مهم جدا جدا. ما دام رجاء شويه الصحه، الصحه عنها عايزه تعتني بيها شويه، صح ولا لا؟ يا ابله ايه مع حضرتك؟ قول يا استاذ محمود اتفضل. ايوه معاك يا مدام. ايه يعني ايه من يعني هي ايه اللي مش فاهمه؟ ما انا مش سامع، ما سمعتش انا اللي انت ما سمعتش. بص عايزه اقول ان مدام رجاء وشها حلوة عليك، عندها ارقام حلوه دايما بتسند الراجل مع الست زي ما قال الست. هو قال ماشي. انت انت في شهر 11 عندك يعني امر مهم هيفرحك ويفرح اهل بيتك ان شاء الله. ان شاء الله ابتدي تصدق انت ومدام رجاء، يعني حتى لو كل يوم طبق رز بلبن كده على الجيران وعلى الحياه حلوه مع الصدقه. يا استاذ محمود ايه هي على طول بتعمل رز بلبن وبتوزي على طول؟ انا عارفه. لا لا احنا فرحانين والله بصراحه، يعني يا رب يبقى عندك الخير كله يا استاذ محمود. ان شاء الله. الله يخليك، الله يبارك فيك. واوعى تزعل مدام رجاء يا استاذ محمود. اللي عنده زوجه وشها حلو يمسك فيها بايديه وبسنانه حقيقي. الزوجه دي هي اللي بتفتح كل الشكرات الحلوه، حتى لو هي وشها وحش امسك. لا الحمد لله يا حسن. لا مش بتكلم عليك انت، احنا بنتكلم في المطلق. استاذ محمود بشكرك جدا حتى ايا كان. لا لا ازاي ليه؟ طب ما هي تجدد من نفسها عشان تبقى وشها حلو وتقرا قران وتدعي له. تمسك بيها وتجدد زي ما عايز. نتمسك باهل بيتنا، نتمسك عشان اولادنا، بلاش طلاق. احنا لا فيه. مش طلاق. لا 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 سيبنا. لا خلينا نطلع بعد اذنك. لا بعد اذنك بعد اذنك استاذ محمد. استاذ محمد يا عبده دقيقة واحدة. أنا هنا بتكلم في ما بين بكل جراءة وما بين برنامجك. أنا بقول جملة بكرة حلقة الاثنين عاملها على فكرة الطلاق والزوجة الثانية وتعدد الزوجات، فأنا خدت جملة في النص بقول نحافظ حتى لو في شوية مساوئ من الزوجة نحافظ عشان نقلل نسبة الطلاق. إحنا قلنا زينب 14/3/87. ما احنا انا قلت زينب ان هي سيدة الآراء يعني. لا زينب اللي هي 1/7/92 ونشوى اللي هي 23/8/94. 1/7 92 92 هما يعني اسمها زينب. زينب انت قريب جدا عندك ارتباط يا زينب. طبعا انت بقالك اسبوعين ثلاثة الدنيا عندك ملطشة معاك يا زينب. لو هي معايا على كنت هتجاوبني صح؟ لا هي مش فيا زينب. يعني انت من الارقام اللي بتقعد تتكلمي كتير يا زينب، يعني زي ما بيقول لك واستعينوا على قضاء حقكم. مش كل حاجه تحكيها يا زينب، احنا مجرد ما انت بتقول اي حاجه ايجابيه لاي بني ادم بتقف الموضوع. صحيح. فبليز يا زينب ما تحكيش، اسكتي خالص حتى لو اقرب الناس اليك، لان منظوره من اقرب الناس اليها اصلا. صحيح. انت متخيل؟ مظبوط. نشوى 23/8/94 على ما تجهزيها يا إيه؟ استاذ علي. ايه نشوى ايه؟ نشوى 23/8/94 صاحبة زينب. اوكي ماشي معايا يا استاذ علي اتفضل. استاذ علي يا استاذ علي. نعمة مع حضرتك اتفضل. استاذ نعمة. نعمة مدام نعمة معلش هم بيقدروا الخطوط. انا لسه حضرتك متكلمة من شوية. فانا بس انا عايزة حضرتها توضح لي سورة آل عمران اقرا سورة كاملة ولا سورة معينة؟ لا آية معينة اقرأي سورة. وبالنسبة معلش بس حضرتك، وبالنسبة لجوزي 19/2/1979 1979 يعني حضرتك عايزة تي بس تعرفيني. ايوه عم عايزك بس تعرفيني شويه عنه كده تكلميه عن عمرو شويه تاريخ ده. حاضر يا مدام نعمة على عينينا. حاضر ماشي تمام اتفضلي. كلميني عن عمرو. هو يعني هو طبعا هو مضايقها شويه. عمرو مش سهل، يعني عمرو المعامله بتاخده مش سهل، فانت لازم تروضيه. يعني في واحد من الانواع اللي تروضي الزوج، هو من النوع اللي يتروض. في راجل مهما تعملي مش هيتروض، انت روضيه برضه لان انت برضه دماغك ناشفه قوي. يعني هي انت عارف الند لما حد بيقف لحد، انت يعني لقيت الدنيا مكلبشه اقعدي ما تتكلميش، لقيت الدنيا سالكه اتكلمي، ما تجيش في وقت مشاكل كبيره وتصارعي. برافو عليك والله يا استاذ محمد. يعني عايز حد يكمل. اما عمرو زي ما قلت لك يعني هو يعني بص انت اهم حاجه انت عندك موضوع الحمل ان شاء الله هيتم يا نعمه بحول الله الكريم. قراءه سوره آل عمران كامله، وعندي الايه بتاعت ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين قولها 300 كل يوم، وادعي ربنا وتصدقي برضو يا مدام نعمه. حاضر. وربنا يهدي سرك. معانا مين؟
خلينا اهدى بقى شويه معانا بوس طبعا. اه والله 10 دقايق وخلاص عشان ما فيش وقت ماشي عشان انا بقول لحضراتكم النهارده هيبقى معانا برضو خبر سعيد جدا لكل متابعي ومشاهدي قناه مصر البلد في كل مكان. صوفيا زاد عندنا. يعني ايه عندنا؟ يعني هتبقى ليها معاد تقدروا تتابعوها فيه، ما يبقاش حلقه كل شهر بس. انا عارف انها بتوحشكم ومحتاجين تقولوا احلام كتير والوقت بيبقى ضيق. هتبقى معانا بعد الفاصل ده هيبقى معانا صوفيا زاد. خليكم معانا وتروحوا في اي حته معايا. مين؟ بوسي. اهلا بيك يا بوسي. انا بوسي. بوسي تاريخ الميلاد 10/2/83. 10/2/83. وجوز حضرتك؟ وجوزي 27/10. ايوه. 76. اسمه ايه؟ اسمه ايه جوزك؟ محمود. محمود والله كنت اقول كده مش عارف ليه. ماشي حاضر. تقاط اه والله كنت اقولها محمود مش عارف ليه. معانا بوسي. يلا قولي لنا. بوسي هي احنا بشكرك جدا يا استاذه بوسي. اسمعينا من التلفزيون وفين التليفون. هي 10/2. هي 10/2/83. محمود 27/10/76. طبعا انا عارفه ان انت بتسالي على الموضوع العاطفه بينك وبين محمود يا بوسي. محمود ارقامه فيها طيبه بس انت مش بتحاول تتعب نفسها ان هي تدور على اللي يسعده. اتعبي عشان تشوفي جوزك ايه اللي بيسعده. في اطفال وفي حاجات اكيد غصبا عنها. في اطفال واخدين وقت واخدين مجهود ما هو ليه حق برضه على فكره. خلاص احنا مش هنتدخل، اهتمي بيه اكتر من كده. لا احنا هنتدخل. محمود قولي لي تاريخ ميلاده، محتاج خير يعني خير جاي له. محمود يعني هو طبعا كان يعني هو كان عنده مشكله من شهر ونص كده بس ان شاء الله عدت بسلام او هتعدي بسلام او لسه ممكن يكون لسه فيها ديون شويه هتخلص. يا بوسي اتعاملي مع جوزك كويس عشان هو راجل كويس. كويس. معنا مين؟ معنا مين؟ استاذ احمد. معايا استاذه فاطمه. اتفضلي استاذه فاطمه. اتفضلي استاذه فاطمه. حاول تتصلي بينا مره تانية. طيب خليني اقول لك انا برضو في تاريخ ميلاد بس لازم الاسم ولا ممكن من غير اسم؟ لازم طبعا الاسم. ايوه لازم الاسم. طيب خليني اسال، لما حد يقعد يتفرج علينا فيلاقينا عمالين نقول بجد يعني الناس دي كلها ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما اعتقدش في حد طلع اوت الاجابه، يعني الاجابه كلها مظبوطه. ولو طلع اوت بيبقى تاريخ الميلاد مش مظبوط. طيب مش بيدعي او يبقى هو مش عارف تاريخ ميلاده واتولد في حي. طب ناخد فاطمه رجعت لنا تاني. ماشي يا فاطمه. ايوه فاطمه اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاطمه 17/11/85. 85. وجوزك اسمه ايه؟ هاني. هاني كم تاريخ ميلاده؟ 1/6/80. 80. حاضر شكرا. تحت امرك. اولا فاطمه يعني لكل فاطمه نقول لها زي ما بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقولها فاطمه الزهراء. ده بيحمل اسم من يبقى قطوع عاطفي او اي مشاكل عاطفيه بينها وبين هاني او بينها او اي عموما فاطمه. اسم فاطمه عموما دايما وان ربنا كرم فاطمه، اي فاطمه دلوقتي سمعاني ان شاء الله ربنا يكرم، بلاش تسمي اول مولود محمد بلاش. ومش عارفه احكيها لكم ازاي يعني، وانا كنت بليز ما تسموش محمد في اول اسم، ممكن تاني اسم او تالت اسم. دايما فاطمه ان ما جابتش الولد الاول بتجيب البنات الاول وبعد كده في الاخر تجيب الولد. هاني يعني مش عارفه اقول لك ايه. هاني يعني دماغه مش معاكي شويه يا فاطمه الفتره دي، زي ما قلت لكل العالم يقراوا سوره الرحمن باستمرار بنيه استقرار العاطفه. تمام. خليني اقول لك انا معايا ايه 28/1/94. ايه 28/1/94. 28. ومعايا توفيق 15/8/69. جهزيهم على ما اخد الاتصالين اللي معايا. معايا مين؟ استاذ حسن اتفضل. انا كنت مع حضرتك دلوقتي. انا حسن مواليد 14/1/73. معايا 73. حضرتك اسم الزوجة وتاريخ ميلادها بعد اذنك هزوده؟ ما انا قلت لك اسم الزوجة، قلت لي لا انا الاول وانا الواحد. ما هي انا اتكلمت معاها فقالت لي انا عايز اعرف بس احنا مع بعض ازاي؟ طيب قول لي اسمها ايه؟ اسمها سارة. سارة؟ طهرة. سمر. طهرة. سمرة. طهرة. 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 اوكي. طهرة. مواليد 29/8. 29 ايه؟ 8/78. 29/8/78. اوكي حاضر. فاضل حسن. معانا مين تاني؟ بقى 29/8/75 حضرتك.
29 8 75 هي 75. هي بتتعب شويه يا استاذ حسن. ايوه هي عندها مشاكل في الصحه باستمرار طاهره عشان عندها هي طبعا هي عندها دايما مشاكل في رجليها ومشاكل في الضغط. بص هي مش عارفه اقول الكلام ده ازاي على الهوا، بس يعني خليها تاخد حاجه اسمها بي 12 يا استاذ حسن، وهي عندها مشاكل في المراره كمان. المراره مش عارفه هما بيعملوا التحاليل للمراره؟ لا المراره بيعملوا لها يعني لا اما بيشيلوا لها الحصوات. هي مش من المراره كده، بتشتكي صحه في مشاكل يعني. ايوه انا عارفه، انا متاكده الالام اللي في رجليها بتبقى ناتجه عن المراره. انا عارفه بقول ايه يا استاذ حسن. لا ناتجه عن الاسد والنبي تسمعوني. يعني اللي في رجلها ده من المراره؟ نعم اللي في رجلها ده مشاكل من المراره. اللي في رجلها ده مشاكل من المراره. انا عارفه. طيب ايه بقى؟ هتخلونا استاذ حسن خليها تاخد بي 12 بي 12 بي 12 بي 12 بي 12 خليها تاخد يعني خليها تاخدها كل اسبوع مثلا حقنه. وفي حاجه اسمها اقول اسم الدواء على هو ولا ايه؟ طيب يا استاذ لا يكشف، انت روح يكشف عند الدكتور عشان يحل لك المشكله دي. انا بشكرك جدا جدا. انت ما قلتليش ايه احنا لسه، بس خليني اقول على استاذ حسن عشان برضه الادويه دي شغل الدكتور هو يروح. ايوه صحيح، بس انا عارفه هي عندها مشاكل ايه هتعمل ايه. هتروح للدكتور هيعمل تحاليل وكذا وكذا ومش هيوصل لحاجه. ده في علم الارقام، مش الدكتور اللي هيكتشفه. استاذ محمد بجد يا استاذ حسن مراتك خد بي 12 وروح لدكتور خلي يقول له هي ناخد ايه لالتهابات المراره. زيوت كتير بلاش، اكل متاخر بالليل بلاش، لان يعني طاهر احيانا بتضرب اكل جامد جدا بالليل فبيعملها حاجه اسمها ارتجاع. ارتجاع حاجه لا اسالي فيها دكتور دي انا ما اعرف. هو لو ارجع لنا عم حسن تاني. طيب ايه 28 1 94 ايه 28 1 94 94 94 وتوفيق 15 8 69 يخصها؟ لا ما يخصهاش. بص الاول توفيق، اول ما فتحنا اسم توفيق عنده مشاكل على طول مستمره. قول لي التاريخ كمان معلش بعد اذنك. 15 8 69 طول ما هو ماشي بيتكعبل في مشاكل. اوكي ماشي. فاستاذ توفيق طبعا عندنا يعني اللي سنده شويه حرف التاء بيدينا روح الفكاهه شويه عنده، لكن بقيه الاسم بيقفله كل ما يطلع من كده يقع في كده. يعني كانه طول الوقت بيشد في سلك معين لازم هيتاثر باي مشكله. هيتاثر باي مشكله استاذ توفيق. اوكي عشان نتفادى الموضوع ده طبعا انا مش عارفه يعني في حاجة المفروض بسألها بس دي بتبقى بره الهوا، بس عايزة أقول لك يا أستاذ توفيق خليه طول الوقت على الاستغفار يعني يستغفر كتير كتير جدا جدا يعني جدا جدا. ماشي. وفي آية بتاعت اللهم أقوى حظ يعني هحاول أجيبها في حلقاتي بقى. نقفل بقى. لا 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 ده أنا بقول له يعني على التاريخ الثاني 28 1 94 آية من غير زعل، آية على غير آية على طول عندها ند باللي حواليها. هي تبان ان هي هاديه ان هي مش هاديه يعني تخلي اللي حواليها يقعدوا يغلوا وهي قاعده مكبره دماغها بتشرب سيجاره بتشرب اي حاجه. هي من النوع اللي هي كياده فاهمني. فهي يا ايه الحياه مش هتمشي كتير بتستمر معاكي. في ناس ممكن تتقبل دلوقتي المحيط اللي حواليكي بس بعد كده تروقي. طيب الحالة الصحية الحالة لا هي بص هي دايما يعني عندها حالة مش عارفة اقولها ازاي. يعني هي العند بتاعها بيخلي الناس تبقى شوية بعيدة عنها ما بتتقربش. الحياة العاطفية انت يعني في اخر السنة دي عندك حاجة كويسة يا آية ممكن تتم والله اعلم، بس هتتجوز ان شاء الله بطلت تتكلم يعني. طب استاذ هاني اتفضل. الو الو اتفضل اتفضلي. معاك منى 2289 2289 وجوزي احمد 4/11/76 4/11/76 بتسألها عن ايه يا منى؟ بتسأل على عقلتهم ببعض و لا هي هتقول لي على حاجة بتسألها على ايه يا منى؟ اللي انا هقول اللي انت عارفه ان انا عايز اعرفه وانا مش عايز اسأل على حاجة معينة. انت اصلا تعرفه بقى؟ لا مش هتعرفه. قولي لها اسألي لها السؤال خلينا نعرف. لا بص طب انت
يا ما هم انت بتقعد تقول لي اصلي مش عارف كل جراءه. لا مش كل جراءه. لا لا قولي 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 كل حاجه قولي كل حاجه. بصي يلا كده بصي يا منى انا هقول لك على حاجه. اولا انت فيكي عيب خطير جدا يا منى. ايوه اتفضل منى. ايوه معلش سامعيني. انت فيكي عيب خطير جدا الله اعلم بيه, صلحي العيب اللي عندك ده عشان امورك تمشي. جوزك اسمه ايه؟ احمد. احمد بصي يعني احمد انت عايزه ايه يا منى؟ هو احمد ده عنده مشكله يعني قلقتيني على احمد. لا انت مالك هو احمد؟ لا بس قولي لي ايه يا منى. اتفضل منى. ايوه انا معاكي انا معاكي معاكي. طب انت عايزه اقول لك ايه يا منى؟ اللي انت مش عايزه تقوليه انا الصراحه مش قادره اقول. قولي لي ربنا يسعدك. ربنا يسعدك يا منى. انت كمان بصي نعم انت كل الاتصال بتقولي كل اشمعنى انا في ايه؟ ما منى يعني ما تقلقيش ما تقلقيش حاجه خطيره قولي. لا بصي يا منى يعني انت ظبطي امورك واقراي سوره الرحمن باستمرار بنيه استقرار العاطفه. سوره الرحمن بتعمل استقرار عاطفي بين الازواج حتى لو دخل شيطان حتى لو دخل حسد. شفت زعل ازاي؟ اه ايوه ما هي انا عارفه هي عايزه تسال. ايوه انا عايزه اعرف هي عايزه تسال. طيب انا مش اشكرك ازاي طبعا على اتصالاتكم, مش عارف اشكركم ازاي قد ايه انتم متفاعلين جدا مشاهدي بكل جراءة دائما وابدا بنحاول نضيف. النهاردة لو ما ضفناش معلومة يمكن يكون لها علاقة باصل لها علاقة بازمة باصل سياسي باصل استغاثة او ما شابه, بس النهاردة طلعنا بحالة حالة جديدة كده, عرفنا حاجات وطمننا على حاجات وقدرنا نقدر حياتنا وتاريخ ميلاد جوزي وخطيبي والحياة دي بتسعى. معايا جنى عطاي هتبقى موجود معانا ايام السبت والثلاث الساعة 11 بالليل. تظبطوا ساعتكم تجهزوا ارقامكم تاريخ ميلادكم وتستنوا وتعرفوا الطاقة تتبني ازاي, علاقتي بالشريك تبقى عاملة ازاي, ازاي اهتم بصحتي, ازاي اعرف ايه المفروض اعمله من ورد من قراءة قرآن من استغفار ارقام وعلوم حقيقية. وانا النهاردة والله والكلام ده انا يعني من قلبي قالت لي حاجات او قالت اخر حرف من اسم الام اللي كان صعب واسم يعني صعب يبقى دارك حتى والله ما قلته لها قالتهولي. قالت لي كل الناس النهارده حاجات كتير سبت وثلاث من 11 لوحده جنى عطاي هتبقى معاكو. استنوا ورقه وقلم واعرفوا حلقه ورا الثانيه ورا الثالثه هيبقى عندكم علوم كتير جدا في الارقام والطاقه والاسماء والحروف. جنى عطاي شرفتيني ونورتيني النهارده في كل جراءه. نورتيني ودايما في نجاح. نعم هو بعد ما الطاقة بتخلص منها بيبقى ده أدائنا. فأنا بشكرك جدا شرفتيني ونورتيني. أنا سعيدة جدا وبجد أسئلتك كانت مستقوي. أنا بحب اللي يبقى قاعد معايا بيسألني لأن الطاقة دي بتخرج مع الأسئلة فأنت بتخلي الناس تستفيد منها. إحنا بجد مبسوطة جدا جدا ومبسوطة إن أنا هبقى معاكم هنا على قلبك وهنا. لا انت مش على قلبنا, انت انت في بيت كل بيت مصري وبنوراهم واكيد يستفيدوا من علمك يعني. واعتقد ان انت النهارده اضفت لنا خفايا واسرار السبت والثلاث من 11 لوحده بالليل مع جنى عطاي. انتوا هتبقوا عندكم معلومات ليها علاقه بالسعاده وانتوا محتاجين ده. صوفيا زاده بتحلموا خايفين من الحلم كابوس هو ايه؟ احنا بنحلم بحاجات تانية كتير ومش عارفين معناها. استنوني بعد الفاصل هيبقى معايا نجمة من نجوم تفسير الأحلام وهنتكلم النهاردة عن الجن والقرين. خليكم معانا بعد الفاصل نستقبل صوفيا زادة. اوعوا تروحوا في أي حد. We'll be right back.